ضربت، ما حكيتش ان انا اخذها بالعربي، التركيز في الحجم الاول يساوي تركيز في الحجم الثاني اللي هو بعد التخفيف. زين، هذا التركيز والحجم يساوي التركيز والحجم الثاني اللي هو بعد التخفيف. قاعد يقول هنا عندكم 500 ملي لتر زين اوف هنا 15 بير فوليوم سوليوشن، سوينا على ديليوتد خففنا صار 1500 ملي لتر. زين، يريد مالت البرسنتج سترينث الفوليوم بير فوليوم. هنا يعني شوفوا هاي المعادلة، هنا عندكم هاي المعادلة، الفوليوم الأول موجود والفوليوم الثاني موجود. احنا خلينا نقول هنا السترينث هاي برسنتج سترينث خلينا نحطها مكان كونستريشن. زين، يعني من نجي نطبق نحطها مكان كونستريشن. فش سوينا؟ هاي ال 15 اللي هو سترينث الأولى هي حطيناها كونستريشن أول، خلينا نقول يعني هي سترينث رقم واحد، وال 500 اللي هو الفوليوم الأول، 1500 الفوليوم الثاني، وهاي السترينث البرسنتج سترينث اللي هو نريدها الثانية بعد التخفيف. نضرب وهم نقسمهم على 1500 اللي هو المضروب بالمجهول، 500 في 15 على 1500 إذا تقسموها بينكم تطلع 5%. شلون سوينا هال 5%؟ مين جبناها؟ معادلة التخفيف، إنه التركيز الأول في الحجم الأول يساوي لنا التركيز الثاني في الحجم الثاني. هنا إحنا ما عندنا تركيز، ما معطيني تركيز، وإنما معطيني برسنتج أوف سترينث، خوش؟ استخدمتها بالمعادلة وطلعت برسنتج سترينث اللي هي فوليوم بير فوليوم 2، هاي الرقم الثاني بعد الديليوشن. هاي أول وحدة. المثال قبل الثاني قصدي، يقول لكم 50 مليلتر مالت القوة هي 1 إلى 20، زين؟ 1 إلى 20 ويت بير فوليوم. ديليوتد صار 1000 مليلتر. صار من سوينا له ديليوشن صار 1000 مليلتر. المطلوب منكم الريشيو سترينث، يعني هنا نسبة السترينث الثانية. هنا شلون راح نطلعوها؟ لأن ما راح شوفوا بالأول سؤال طلعناها برسنتج، فكان تطبيق مباشر طلعت. هنا لا، يريد ريشيو اللي هو مثلا 1 إلى 4000، 1 إلى 20. يريد الريشيو معناها النسبة بالعربي، أن نسبة القوة. أكو طريقتين للحل. الطريقة الأولى نقول هو مشان 550 ملي لتر شكيت كان 1 على 20، صح؟ الفوليوم 20، صح ولا لا؟ كان 50 ملي لتر صار 20. إذا صار 1000 ملي لتر شكيت نضرب الوسطين في الطرفين شكيت يطلع عندنا الإكس 400، معناها هو 1 إلى 400 الريشو سترينث. فهمتوني؟ أو تعتمدون على الفاكتورز. شنو يعني الفاكتور؟ إذا أنتم أكيد ماخذين بالنظري إنه هو كان 50 مليلتر صار 1000 مليلتر، قسموا، خوش؟ قسموا عندكم من 1000 على 50 إيش قد تطلع؟ 1000 تقسيم 50، خلينا نتأكد منها. عندكم حاسبات يمكم؟ تليفون 1000 ايش قد تطلع الفاكتورز؟ 20 دكتورة. اوكي كله زين 20. هاي ال 20 هذا الفاكتورز. شوفوا ترجعون هسه وين للريشيو سترينث، هي كانت 1 على 20. زين؟ هسه هاي اذا كان هو 20 هنا شوفوا من كان 50 ملي لتر كانت 20. نضربها هاي ال 20 بالفاكتورز اللي احنا طلعناه، ايش قد يطلع الرقم 1 الى ايش قد؟ 20 في 20. 400 دكتورة. 400 فيطلع 1 إلى 400. يعني هنا أكو طريقتين للحل، أما تستخدمون الفاكتور وطلعناه من إنه قسمنا الحجم الثاني على الحجم الأول فطلعنا الفاكتورز، هاي وحدة. وهنا عندكم هنا الفوليوم وتضربوه بالفاكتورز فتطلعون الفوليوم الثاني ورا الديليوشن ايش قد صار. زين، هاي طريقة. أو الطريقة الثانية تقول من كان الفوليوم 50 هذه يعني سترينث الريشيو سترينث 20، فاذا كان 1000 ايش قد؟ وطلعوها 400 وهي حتبقى الواحد طبعا ثابته لانه التغيير صار بس بالفوليوم، 1 الى 20 صارت 1 الى 400. زين؟ هاي شوي يعني هاي الريشيو سترينث وهاي حقيقه ما ادوخكم بها بالامتحان، اكثر شيء اريدكم مثلا ما حقكم تطبيق مباشر، لا
بس هذه هسه تطلعون فاكتورز وترجعون تضربون الفاكتورز، يعني هاي اريدكم تفتهموها للايام الجايه ان شاء الله، يعني تكون بالصيدليه وتكون تريدون تخففون بالمختبرات الجايه ان شاء الله، السنين الجايه كلها تفيدكم. لازم احنا كصيادله تعرفون الفاكتورز وشلون تطلعون الفاكتورز وشلون نسوي ديليوشن وشلون نخفف، هاي كلها تفيدكم. ستوك سوليوشن بالعربي يعني هسه مثلا حتى احنا بالبيت خلينا نقول مثلا عندنا بطل مي كبير وناخذ منه كلاصات، صح لو لا؟ هذا البطل الكبير هو الستوك سوليوشن، يعني مالت الخزن. دائما لو يكون الاكتف انجريدينت تكون موجوده على شكل ستوك، يعني كميات كبيره للستوك زين، او مثلا مواد ان اكتف مثلا كولرنت، يعني مواد اللي نستخدمها بالتلوين، اذا الستوك سوليوشن شنو الفائده منه؟ دائما هنا شوف ايش مكتوب، انه فور ستورينج ديفرنت سوليوشن ان سيم اكتف انجريدينت، يعني هنا ما يحتاج المادة هي نفس المادة الفعالة وأني أقعد أخزنها بأكثر من بطل، فأسويها بطل كبير اسمه ستوك سوليوشن. ثاني شيء easy to prepare requires strength، يعني هنا مثلا يقول لي strength هسه شلون قال لي 1 إلى 20 أو 1 إلى 400 فأحضرها مرة واحدة، التحضير يكون أسهل. وهنا آخر نقطة اللي هو التايم أند الموني، يعني هسه أنت من تحضر حضرنا مثلا دراج او اللي هذا قلت لكم الانكتيف كلرز من احضرها من مره واحده بكميه كبيره، هاي انا ححفظ الفلوس والوقت، راح نحافظ على الوقت وعلى الفلوس. هذا الادفانتج. الاكزامبل هم عندنا اثنين هنا الشرح، الاول واحد شوفوا هنا مثل الستوك سوليوشن، ستوك سوليوشن واجي اخذ منه ستوك سوليوشن معناها نفس التخفيف راح اساوي، يعني هنا مثل كان الوزن قصدي التركيز والحجم زين، الأول يساوي التركيز والحجم الثاني مثل عملية الديليوشن، يعني كل اللي صار هو عملية الديليوشن. أول شيء how many milliliter of 1 إلى 400 weight per volume stock solution should be used to make 4 liter of 1 to 2000 weight per volume. أول نقطة تنتبهون إنه قال لي how many milliliter صح؟ وراجع ايش مطيني هنا، قال لي 4 لتر، فاول نقطه شو نسوي اللتر شو نسوي له؟ نسوي ملي لتر، ال 4 سويناها ملي لتر صارت 4000. قاعد يقول هنا يقول لي هاو ماني ملي لتر اوف 1 الى 1 الى 400 خوش، فنقول هاي الفوليوم الاولى مضروبه في هاي القوه الاولى هي 1 إلى 400، بس أحط 1 إلى 400 لو أنت تيجي تطبق اللي هي كانت النظرية مالتنا من كنا نطبق هاي سويت بير فوليوم ونحط برسنتج نحطها كخالية لو نحط 100 فلازم تحطون 100 عشان تطلع لنا نسبة مئوية برسنتج تساوي هاي 4000 من إجتنا هاي الفوليوم الثاني وهاي القوة الثانية سوليوشن زين اللي هي 1 على 2000 نضربها 100 على ما تطلع لنا الويت بير فوليوم بيرسنتج. هسه يعني هاي حاسبه من يومكم اذا تريدون ترجعون تقروها، الواحد قسموها على 2000 ضربوها 100 تطلع 0.05. 4000 هي الاربع لتر حولناها الى ملي لتر، الواحد قسمناها على 400 وضربناها 100 طلعت لنا 0.25 زين، هي هاي مضروبه بالفوليوم تكون هي بالمقام يعني جوا، يعني هي تقسم عليها وال 4000 نضربها ال 4000 مع الطلاب سمعوني؟ نعم دكتورة نسمعك. وراح للسايدات شلون تشوفوني؟ بلي دكتورة موجودة. موجودة سايدات شلون ما اشوفها؟ خستوها راحت. راحت. هو آخر سلايد عندنا كان خلصنا. شوفوا هنا قلنا وين كنا نحكي، الفوليوم الأول قلنا والفوليوم الثاني 4000 ضربناها ب 0.5 لا يمكن تليفون أنتم تضربون ال 4000 في 0.05 قسمها على 0.25 تطلع 800 مليلتر. يعني هذا السؤال الفكرة الأولى تنتبهون عن الأربعة من لتر لازم تحولوهم مللتر لأنه يريد بالمللتر.
الفكرة الثانية إنه أعطاكم ريشيو، قال لكم 1 إلى 400 ضربوها بمية، عم تطلعون برسنتج زين، وهنا 1 إلى 2000 ضربناها بمية هم عم طلع البرسنتج. وقلت لكم هنا هاي البرسنتج هي مثل يتم الكونستريشن، يعني قوة المحلول الأول والثاني. السؤال الثاني اللي هو آخر سؤال عندنا، مش مكتوب how many milliliter of 1%، شوف هنا أعطانا إياها مباشرة 1، بعد لا يحتاج أضربها 100 ولا أقسم. فوش هنا of solution certified red dye، يعني هنا أنا صبغة رنها أحمر نستخدمها عند نحضر 4000 مililiter، وهنا مباشرة أعطيني إياها بالمليلتر ماكو داعي نحول الماوث ووش. بس هنا مش مكتوب الماوث ووش ما أعطاني إياها بسترينث، قال لي 1 إلى 20 ألف ويت بير فوليوم. الفوليوم الأول جديد مجهول أنا أريده، السترينث الأولى هي 1%، قال لي ويت بير فوليوم زين. السترينث الثانية قال 1 إلى 20 ألف، نضربها 100 لأنه ما مطنيها برسنتج، نضربها ب 4000 اللي هو الفوليوم الثاني خوش، ويعني نضرب وسط في الطرف طرفين طرفين اللي هي عندنا 4000 في 0.005 اللي هي جاية من 1 تقسيم 20 ألف في 100 نقسمها على 1 اللي هو الواحد كان السترينث الأول، تطلع 20 مليلتر. فهمتوا الطلاب؟ أنا حتى حليتها بإيدي، أنا متهدن الخطوات كلها راويكم إياها، لأن لو هيك موجود المثال أكيد يعني صعب راح توصل الفكرة، بس أتمنى وصلت لكم الفكرة طلاب. إي دكتورة وصلت لنا، عاشت إيدك. دكتورة بس سؤال. منو هاي قاعد يسأل؟ رقية محمد. ها رقية تفضلي. نعم دكتورة، دكتورة بس السؤال الأخير شوي ما فهمته. سؤالي الأخير ما فهمتي؟ نعم دكتورة. والأول اللي قبله فهمتي؟ فهمته دكتورة. هو نفس الثاني. أرجع خل أرجع رقم يا لحظة. بس أنا استوشي. عشتك دكتورة. نعم قليلي. شوف السؤال الثاني. هذا الثاني قاعد يقول لك how many خوش milliliter of، هذا المليلتر اللي هو فوليوم الأول، الواحد بالمية 1% stock solution، المادة هي red dye خوش، مهم رح ناخذ منها هاي الواحد بالمية، والفوليوم مطلوب يعني الفوليوم الأول مطلوب، والسترينث الأولى هي 1% تساوي الفوليوم الثاني 4000 مليلتر، والسترينث الثانية اللي هي 1 على 20 ألف. قلت لكم هنا مستخدمين بيرسنت، قال لي شو قال لنا بالبرسنتج 1%، هذه هنا هذه ريشيو مو برسنتج، بنقول 1 تقسيم 20 ألف نضربها بمية عم تطلع لنا البرسنتج سترينث رقم 2 زين، هاي اللي رقم 2 وضربناها ب 4000 اللي هو الفوليوم الثاني يساوي 1 في الفوليوم الاول. نحل هذا وياه. شوفي رقية يوم سألتيني رقية، هاي رقية هذا 4000 والفوليوم الثاني وهذا الواحد على 20 يعني زين، نضربها 100 عم تطلع سترينث رقم 2، هنا 1% له سترينث رقم 1 والفوليوم بالمليلتر المطلوب منه اللي هو الفوليوم ستوك سوليوشن هذا الرقم 1 هو المجهول، 1 زين في في يساوي منه 4000 في 0.005، هاي منين جت ال 0.005؟ خمسة بالألف منين جت؟ عفية 20 ألف كل زين، وهذا الواحد يعني ما راح يسوي شيء، هو واحد بالأخير يعني إذا نضرب هل يطلع الناتج اللي هو 20 ملي لتر. تمام دكتور، دكتور بس سؤال أخير، يعني أي إذا جاب برسنتج لا لا. لازم أضربها بمية على مود أحول للترين دكتورة؟ لا مو اي برسنتج تجي يجيبها، بس اذا جاب لك ريشيو سترينث يعني مثلا قالت لي شو قال لي 1 على 20 او 1 على 400 هاي معناها ما ضربها 100، من انت تريدي تحوليها الى نسبه مئويه ضربيها 100، هاي 100 عم نحولها الى نسبه مئويه هاي 100 بس، ويعني هي هسه الحسابات ما عندنا كل شيء يجيبوه لازم نفس القانون، شوفوا كل شويه يتغير. بس انا شو قصدي هاي 100 اجتي من البرسنتج، شوفوا انا كاتبه هنا 1%، هنا هم أريد الرقم يطلع بالمية مكتوب زين؟ نعم دكتورة عشتي.
شكرا دكتور. هسه طلاب خلصنا بس هذين الحسابات اللي عندنا، هذين القوانين اللي هي اول واحد من اعطيكم مثلا سبيسيفيك جرافيتي، اعطيكم ويت بير ويت، اريد ويت بير فوليوم او اعكس، يعني هي بس مجرد تطبقون تحطون الارقام وتشوفون وين المجهول، تضربون تقسمون زين. هذا اول شغله اخذناها. الديليوشن قلت لكم حساوون عندنا كنا ناخذ حتى قبل التركيز الاول في الحجم الاول يساوي التركيز الثاني في الحجم الثاني، وتحطوها نقول لك مثلا عندي كان 50 ملي لتر زين، بس يما يعطيك تركيز او يعطيك سترينث هي متعبر عن التركيز، ويعطيك مثلا الحجم الثاني والسترينث الثاني مجهوله خلاص وتحولون، او يعطيك ريشو وانت تحولها الى سترينث وتطبقها بالقانون. هو اصلا الوقت اللي بقانا 3 دقائق ويخلص هو الميتنج ينقطع. فعندكم اي سؤال عن المحاضره؟ إذا مساعدة لكم من حجيبهم بالامتحان الأسئلة، حجيبهم تطبيق مباشر واختيارات، يعني الجواب موجود على شكل اختيار، ما راح تكتبون الرقم. مساعدة لكم، إذا كوني راح يساعدنكم، لأنه يعني أنت بس هتطبق وتختار الرقم، شلون تتذكرون بالبداية أو يمكن ثاني مختبر من أعطاني سبيسيفيك جرافيتي وشلون تحسبون سبيسيفيك جرافيتي، تذكروه هم نفس الشيء. دكتورة وين حاسبين؟ كل شيء ما حاسبين. شلون؟ لا اكو واحد يمكن اختبر ثاني ما اتذكر اللي جبت لكم 2.5 وكم مختارين غلط الارقام. اه يعني ايش بالاوراق يعني مو طبقنا. شلون؟ يقول يعني بالاوراق مو طبقنا امتحان عادي يعني. يعني قصدي كوز الكتروني، هذا الالكتروني واحد من الكوزات الالكترونية. اه تمام تمام بالمختبر. اي لا لا هو الالكتروني واحد من الكوزات. البقر كويز باتشر إن شاء الله ساعة 6 راح أجيب لكم صح وخطأ، والله هم قلت له هسا من ساعة تمتحنون تخلصون منا على الباتشر تقرون كل البيت بس كيفكم، خلاص خلوا باتشر بالستة بالستة أنا بتقرون في باتشر بالستة العصر يعني كده الصبح خميس المصطفى إذا الصبح أوش. المحاضرة الساعة 9 أعراف حسن إيه العصر العصر باكر بالستة العصر إن شاء الله بالمحاضرة السادسة حنزلكم هذه الكلاس بالإعلام. بالمحاضرة السادسة خدنا السوليوشن أنواع السوليوشن أدفانتج ديز أدفانتج، وهي المحاضرة كلش مهمة إذا أنتم قريتوها من الباكر فهي حتفيدكم للفاينل. رسالتها المحاضرة من زمان من ذاك الأسبوع. مو نازل المحاضرة وما نازل ونزلناها بالكلاس. خوش إذا ماكو أي سؤال الحين يخلص الوقت. بس الوقت النت ضعيف والجو حار. أحمد وهاب شبيك أحمد احكي بالمايك أحمد لا تكتب ما لحق على الكتابة. شو المشكلة أحمد؟ مساء الخير دكتورة. النور أنا وسهلا. العفو دكتورة بس قصدي أقصد وقت الامتحان يعني زودينا لأن النت ضعيف. وقت الامتحان زيد النت ضعيف؟ أي والله. دللوا أنا خو الوقت لو تختارون غير وقت أنتوا بعد أحسن إلكم. لا على أقل إنه مو شرط يعني المدة مال الامتحان يعني اللي نمتحن بيها. زين أنتوا المد بالعشرة تخلصوا ساعة بيش؟ والله ما ندري لحد الآن ما نعرف الوقت إيش قد. خوش مو مشكلة. أهم شيء حارة الدنيا ما كويس شيء عليه بالحرارة حسين. دكتورة مو إن الضعيف يصير من تحتر الدنيا من صغر حارة. أنا كان قلت لكم الجمعة بس أول شيء الجمعة وقت راحتكم وراح يصير السبت امتحانكم الفاينل فتخلصون من الكويز. خوش ما خاف أزيد لكم الوقت ماكو أي مشكلة ونخليه بالستة العصر وإن شاء الله ماكو أي مشاكل والنت زين وتخلصون الكويز ونخلص. تمام شكرا دكتورة مع السلامة. دللوا دللوا سهلا موافقين إن شاء الله.